هو انا هحكي معاك بصراحه. اولا الجانب الاسرائيلي اضعف موقف في الجانب المصري من البدايه، ان هو قام بالعمليه واغتال الثلاثه قاده، وبعد ما عمل ده بلغ مصر ووضع مصر في موقف محرج، وخاصه ان اثنين من الثلاثه كان مقرر ان هم يعني يتوجهوا للقاهره في مفاوضات. ويعني سيادتك في السوشيال ميديا وبتتابع، وانا علقت عليها في 24، بدا الجناح اللي بيطلق على نفسه جناح المقاومه واللي بيعتبر ان مصر جناح التطبيعي ابتدى يتحدث ان مصر خانت القضيه، مع العلم هم بيقولوا ان مصر بلغتهم. هكذا قالوا. قالوا خدعتهم، مصر بريئه. وفي مصادر تانية تقول لك مصر بلغتهم من الثلاثه على قائمه الاغتيال. طب هي مصر بلغتهم بثلاثه على قائمه الاغتيال عشان تبلغ اسرائيل تغتالهم؟ اذا كان بتقول لهم خدوا بالكم انتوا على قائمه الاغتيال، مصر ما هيش مسؤوله عن واحد راح بيته، مصر ما بتامنش اللي جوه القطاع. ففي البدايه هو وضع يعني الجانب الاسرائيلي ضعف موقف مصر. الطرفين ليهم سقف مطالب متعارض، يعني على سبيل المثال لما قضيه فصل الساحات، الجانب الاسرائيلي قوم حرب يعني اغسطس الماضي بسبب موضوع الساحات، ان يفصل جهاد الغزه على جهاد الضفه. فكره الاغتيالات، معظم الناس فاكرين ان يتعهد الجانب الاسرائيلي بعدم اغتيالات في غزه، ما لو اغتال في غزه هتقوم عمليه مش محتاجه تعهد يعني. هو الفكره في ان لا يتم اغتيالات واعتقالات في الضفه. الجانب الاسرائيلي بيعتبر نعم. اسمح لي فقط على مقاطعتك، اعتقد بان الصور التي نراها الان على الشاشه هي مباشره لصواريخ تطلق من غزه. تابع نقطه لكن باختصار السيد سمير. طبعا ما يتعلق بجثمان الشهيد خضر عدنان اللي هو اللي كان اسير في سجون الاحتلال ده، ما اعتقدش ان الجانب الاسرائيلي ممكن يعني يعطل الموضوع عشانه، لكن ده النقطه الرئيسيه. تاني حاجه نقطه ان هم عايزين مسيريه الاعلام تقف. نعم. الائتلاف اللي مع نتنياهو مش هيقبل صحيح. ده اذا كان هو بيحارب طيب. عشان يكسب الائتلاف، فالتعارض ده ما يتحسمش غير لما نخلص من نعم. من قضيه مسيره الاعلام، سواء تمر بعيد عن طيب. المنطقه الاسلاميه الحي الاسلامي في البلد القديمه. طيب اسمح لي لحظه، اسمح لي الحي الاسلامي اسمح لي يبتدي كلام على فكره يعني تسليم الجثمان ويعتبروا طيب. الاغتيالات سعود لك يا سيد سمير، لكن لابد هنا ان نتوجه الى ما يحدث